رأيك باسم، شو أحلى مشهد قطع بحفلة ميراك زار هالسنة؟ هلا بخلال الحفلة أنا كتير حبيت مثلا البرفورمانس تبع مريم فارس، اعتبرتها إنه هيدي جزء من احتفالية على مستوى عالمي. كانت طلتها يعني كتير مريم رائعة، يعني عن بروفيشنال جد أبدعت والبرفورمانس كانت كتير حلوة. بالبرفورمانس، وكانت على مستوى حقيقة خارج تكون على مسرح بهوليوود أو أكيد إن شاء الله بنشوفها بأوروبا أو وين ما لميريام. كان.